هنقولهم من الاول. بالونز البالون، باص الاتوبيس، كاميرا الكاميرا، درامز يعني طبول طبلة يعني، جيتار اللي هي لعبة الجيتار، فوتو صورة، بلاي جراوند الملعب، بوستر يعني ملصق زي اللوحة اللي عندنا دي. وجايب لي تحت سكول باص، ده بقى اللي احنا بنقول عليه اتوبيس المدرسة اهو. وهنا بقى ويلكم باك ويلكم باك، الناس كلها بتقول لبعض ايه، حمد لله بالسلامة، حمد لله بالسلامة على المدرسة، عودا رجعنا المدرسة كده يعني. We are back to school، ها قد عدنا إلى المدرسة. We are back to school، ها قد عدنا إلى المدرسة. Back at school، here we go again، إلى المدرسة لقد عدنا مرة أخرى. يعني بيغنوا كأنهم بيغنوا، يعني كورس دي يعني أغنية، فالعيال هنا بيغنوا الأغنية دي. فبيقولوا we are happy to be here، احنا مبسوطين خالص وفرحانين ان احنا رجعنا المدرسة. The old sorties are here، back to school، back at school، hello hello، ده اسم الأغنية اللي هم غنوها. طيب بيقولوا بقى we have new notebooks، احنا جبنا يا جماعة أقلام جديدة وكراسات جديدة وشنط جديدة، كل دي حاجات جديدة. What about you؟ طب وانت جبت ايه يا اللي بتسمعنا؟ Get your things، هات حاجاتك كده تعال ورهالنا. And come with us، وتعالى معانا. We all enjoy the school، كلنا بنستمتع بالمدرسة. نجمع الكلمة، لو عايزين نجمعها بنضيف لها اس، فنوت بوك كراسة، لكن نوت بوكس كراسات. بن قلم جاف، بنز أقلام. باك باك شنطة، وباك باكس شنط. What about you؟ يعني وماذا عنك؟ ها؟ وهنا بقى enjoy يعني يستمتع. We can make new friends. We can make، نحن نستطيع، نصنع أصدقاء جدد، احنا نقدر نعمل أصحاب جداد. And see old ones، وكمان نشوف أصحابنا القدام ونفتكرهم اللي كانوا معانا في خمسة. What about you؟ طب وأنت هتقدر تعمل إيه بقى؟ Love and learn، اضحك وتعلم معانا. With our teacher، مع المدرسين الحلوين بتوعنا. In our beautiful and special school، في مدرستنا الخاصة وفي مدرستنا الجميلة. عاوز يعرفني في كلمات مهمة زي make new friends، نعمل أصدقاء جدد، ونيو جديد وعكسها old قديم. وهنا بقى learn اتعلم مع المدرسين البيوتيفول والمدرسة السبيشال الخاصة بتاعتنا. بيقول لي اسمع واقرأ وجاوب، اسمع واقرأ وجاوب. The all sorts are، كل الحاجات بتاعتنا موجودة فين؟ On the playground، يعني في الملعب، ولا in the classroom، في الفصل، ولا at their house، في البيت. يبقى احنا قلنا ممكن نختار البلاي جراوند علشان هم بيعملوا الحفلة هناك. قلنا الأولى خدنا ايه؟ خدنا الأولى On the playground، والتانية برضو العيال playing a game، بيلعبوا لعبة. تعالي نشوف بقى ايه اللعبة اللي بيلعبوها. يبقى خدنا الأولى هنا والأولى هنا. يبقى السؤال الأول How was your first vacation abroad؟ كلمة abroad يعني في الخارج، فكيف كانت أجازتك، العطلة بتاعتك؟ طبعا الولد الأول قال It was Poland، Poland رائعة. والتاني قال Excellent، ممتازة. وده قال Exciting، مثيرة. يبقى هو هنا بيعلمني الصفات بقى، كل دي صفات إيجابية يعني صفات كويسة. Poland رائع، Excellent ممتاز، Exciting مثير. طيب حلو خالص. هنا بقى قالوا يلا نلعب بقى. Let's دي معناها هيا بنا، وتاخد بعدها الفعل في المصدر. يعني عايز آكل مثلا أقول Let's eat، عايز العب ليتس بلاي، عايز اتسلق السور بتاع المدرسه ليتس كلايم ذات وول،
يلا نطلع السور ده يا جماعة. يبقى دي اللعبة بتاعتهم اهو، ان هم هيطلعوا السور. فجت الزرقاء دي قالت ايه؟ I'm surprised at you، انا مندهشالك، انا متفاجئة من اللي انت بتعمله ده يا جلو. That is a dangerous idea، دي فكرة خطيرة. يبقى برضو مصمم يعلمني صفات، هنا اداني ثلاث صفات، رائع وممتاز ومثير او جميل. هنا بقى surprised، مندهش متفاجئ، dangerous خطير. بتقول له ايه اللعبة الخطيرة اللي انت عايز تلعبها دي؟ رد بقى وقال الولد التاني، قال It's a terrible game. terrible يعني فظيع. ايه اللعبة الفظيعة دي؟ دي لعبة فظيعة خالص. يبقى استخدم terrible يعني فظيع. كل الصفات الزرقاء دي هو عاوزني احفظها. بيقول لي بقى I'm afraid، دي الخضرة قالت ايه؟ انا خايفة يا جماعة. I am afraid of heights، انا خايفة من المرتفعات، ما بحبش اطلع فوق اي مكان. الولد عاوز يطلع فوق السور وينط، فطبعا الصفرة بقى خايفة خالص، قالت يا جماعة it's more dangerous than others، دي خطيرة عن الالعاب التانية، لا لا احنا مش هنلعب اللعبة دي. طيب جه ده بقى قال ايه؟ Can I go second؟ ممكن اطلع انا تاني واحد، لان ده قال انا هطلع الاول وده قال انا هطلع التاني. فبقى الزرقاء قالت له Don't be naughty، ما تبقاش مشاغب يا جلو، خليك في حالك، اقعد ساكت. Don't be naughty، naughty مشاغب، ما بنطقش الجي اتش اللي وسط الكلمة. طيب هنا بقى رد جلو تاني وقال له ايه بقى؟ It's the fifth time، دي خامس مرة، let's play a different game، خامس مرة نطلع ومش عارفين نلعب اللعبة دي، تعال نشوف لعبة different، different مختلف، تعال نشوف لعبة مختلفة. رد بقى وقال ايه؟ Yes، let's act our stories، تعالوا طب نعمل تمثيلية كده نمثل القصص بتاعتنا. الصفرة قالت Oh no، time for class، خلاص يا حبيبي انت وهو الفسحة خلصت، يلا نجري على الفصل، يلا نجري على الفصول بتاعتنا. طيب جايب بقى أسئلة، بيقول لي read، اقرأ وانظر ووصل، then listen and say، بعدين اسمع وقول لنا. فبيقول لي أول واحدة afraid، afraid يعني خائف، عايزين نعرف فين الصورة اللي خايفة. هو قال لي اتش، يبقى حل الأولى ايه؟ اتش اللي هي الصورة دي. خايفة ولا مش خايفة البنت دي؟ معايا جودي؟ تمام حلو ماشي. الصورة التانية بيرلاند، رائع. فين رائع بقى؟ الأسلوب اللي يدل على الروعة، اللي هو ايه ده؟ اي ايه ده؟ هو ده اسلوب يدل على الروعة، يعني مبسوطة خالص، رائع أو ذكي. طيب تلاتة دينجرس، دينجرس خطير. فين الصورة الخطيرة؟ جي، جي علشان العلامة دي علامة الخطر، يبقى هنكتب في دينجرس دي هنا اهو جي، وهنا هنكتب اي. أربعة بقى ديفرنت، مختلف. طبعا الصورة الأولى التيشيرتين مختلفين عن بعض، يبقى هنكتب في ديفرنت دي A، الحرف A يعني. اكسايتنج، حاجة مثيرة. فين الحاجة المثيرة بقى اللي بيتنطط ده؟ C، اكسايتنج C، يبقى هنكتب C. رقم ستة نوتي، عيل مشاغب بقى وبيعمل لنا مشاكل وبيعيط ويعمل، هو ده F، يبقى F. بعدين terrible فظيع، فين بقى الحاجة الفظيعة اللي تضايق؟ ها دي اهو، عامل لي اللايك لتحت، لا وحش وحش مش عاجبني. تمام. اخر واحدة بقى surprised مندهش، هتبقى بي، شاطرة. حلتيهم معايا؟ حلتيهم يا جودي؟ تمام. هنا بيعلمني حاجة اسمها الأعداد الترتيبية، first دي 1 is t يعني واحد، 2 ان دي يعني اتنين، 3 ار دي ثيرد يعني التالت، دي فيرست، سكند، ثيرد، فورث،
سيفنس السابع، ثيرتينس الثالث عشر، سيكستينس السادس عشر، توينتيس العشرون. فهو بقى قال لي ايه؟ 1 اس تي فيرست اهو، يبقى خد الرمز بتاع 1 اس تي لكلمه فيرست اللي هو الاول، يبقى خد الرمز بتاع 1 اس تي لكلمه فيرست. طب فين بقى التاني بقى اللي هي 2 ان دي؟ دي فين رمزها يا جودي؟ دوري كده في رقم كام؟ رقم واحد. شطرة، نمبر وان، رقم واحد، رقم واحد. طيب التالتة بقى سيرد اللي هي التالت، رقم كام؟ اتنين. شطرة، رقم اتنين، ممتاز. طيب حلو خالص. فورس الرابع تمانية. شطرة، جميل يا جودي. طيب حلو. سيفنس تلاتة، ممتاز. طيب سيرتينز التلاتاشر، شطرة. سيكستينز الستاشر، سكس، ممتاز. ايوه ستة صح. واخر واحدة بقى التوينتينز العشرون، اكيد هتبقى رقم كام اللي ما اخدناهاش؟ رقم سبعة. رقم سبعة، تمام، حلو خالص. تمام، هنا بقى جايبهم له تحت، بيقول لي اتعلمهم لو عايز. ال1 اس تي فيرست، ال2 ان دي سكند يعني الثاني، ال3 ار دي ثيرد، ال4 فورس، ال10 تنس، ال12 12ز، 13ز، 16ز، 18ز، وهكذا. يعني عاوز يقول لي هم واحد واثنين وثلاثه بس المختلفين. واحد بحط لها اس تي، واثنين بحط لها ان دي، وتلاتة بحط لها ار دي، والباقي كله تي اتش تي اتش تي اتش تي اتش تي اتش وانت ماشيه. يبقى الصفة الأولى الولد بيوصف أخوه الصغير، بيقول ماي ليتل براذر، أخي الأصغر، از فيري نوتي. عاوز الصفة اللي أولها إن، قال لي نوتي، نوتي يعني شقي، مشاغب، بيعمل حركات خطيرة. طب رقم اتنين، I don't like the taste of cheese. أنا يا جماعة مش حابب طعم الجبنة. طيب طعمها تي، تعالي بس تشوف الجبنة فين الأول، فين بتاع الجبنة ده؟ آخر واحدة اللي هي إي. شاطرة، بتاكل البنت أهي. يعني إحنا هنكتب في المربع هنا إي، في المربع ده هنكتب إي، ونكتب بقى كلمة الصفة اللي أولها تي اللي هي معناها فظيع، طعمها فظيع وحش، اللي هي تيرابل، تيرابل، تي إي ار ار اي بي ال اي. تمام، خلصت التانية؟ التالتة بقى يا جودي، I got 10 presents، بيقول أنا أخدت 10 هدايا، from my friends، من أصحابي، أنا كنت سعيد جدا and this. الصورة بي صح. طب البنت بقى مالها بقى هنا؟ طبعا surprised، الصفة اللي أولها اس، surprised يعني متفاجئ أو مندهش، ما كنتش متوقع إن أصحابي هيجيبوا لي ال 10 هدايا. بعدين أربعة، زير واز أشارك، شارك سمكة قرش، نير مي جنبية، وين أي ووز إن ذا ووتر، لما كنت في المية، اللي هي الصورة إيه دي؟ يبقى دي إيه بقى دي؟ يبقى كده أنا في حالة إيه؟ عايز الصفة اللي أولها إيه؟ أفريد، أفريد يعني خائف، طالما سمكة القرش جنبية يبقى أنا كده كنت خائف. طبعا هحفظ شارك بقى وبريزنت هدية، كل الكلمات دي. خمسة بقى، when I go in vacation، لما رحت الأجازة، I think it's E، أعتقد إن ده إيه بقى؟ الصورة رقم كام؟ أيوة exciting، جميل. وطبعا الصورة C أهو، هو ده اللي رايح الأجازة. تمام؟ تمام يا جودي؟ يبقى السؤال هنا What are you afraid of؟ أنت خايف من إيه؟ لما أجي أجاوب أقول له I'm afraid of dogs، أنا يا جماعة بخاف من الكلاب، أو I am afraid of dark، بخاف من الضلمة، afraid of heights، خاف من المرتفعات، زي البت اللي في الدرس قالت أنا بخاف من المرتفعات. نيجي للصورة، السؤال اللي تحتها بيقول لي What is exciting at school؟
What is exciting at school؟ ايه الحاجة اللي بتثيرك قوي في المدرسة اللي انت بتحبها؟ طبعا اروح معلش بس بعدين يا مستر، لو انا اكون عشان ما ترجمتش الفوز دي جاوبت وقلت له الفوتبول از اكسايتنج ات سكول، مثيرة في المدرسة. طيب هنا بقى السؤال الثالث بيقول لي هو از نوتي ان يور فاميلي، من المشاغب في اسرتك؟ طبعا اكيد انت يا جودي. لا اكيد انت اللي بتعملي حاجات خطر وكده. السؤال الثالث هو از نوتي، من المشاغب في الاسره؟ قال له ماي ليتل براذر، اخويا الصغير. السؤال الرابع وات ميكس يو سربرايزد، ايه اللي بيخليك مندهش؟ ايه اللي بتخليني مندهش؟ وات ميكس يو سربرايزد، ايه اللي بيخليك مندهش؟ طبعا لاود ساوندس اللي هي الاصوات المرتفعه.